مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب صف الثاني عشر علمي. اليوم إن شاء الله تعالى بندرس ثابت الاتزان كإكوليبريم. بعد ما درسنا مفهوم الاتزان والعوامل المؤثرة على النظام المتزن، نأخذ اليوم إن شاء الله ثابت الاتزان. قانون الاتزان الكيميائي يعرف بقانون فعل الكتلة، ينص على ثابت زان كي إكوليبريم أو كي سي هو حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة، كل مادة مرفوعة لقوة تمثل معاملتها في المعادلة الموزونة مقسوما على حاصل ضرب تراكيز المواد المتفاعلة، كل مادة مرفوعة لقوة تمثل معاملتها، وهو مقدار ثابت عند درجة حرارة معينة. يعني ممكن بصورة أبسط، ثابت الاتزان هو حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة، كل مادة ترفع لأس يساوي عدد المولات في معادلة الاتزان المتزنة مقسوما على حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة، كل مادة ترفع لأس يساوي عدد المولات في معادلة التفاعل المتزنة. مثال، اكتب تعبيرا لثابت الاتزان مع تحديد الوحدة في التفاعل. A small a capital equals زائد B small B capital تفاعل انعكاسي C small C capital زائد D small D capital. طبعا الـ A والـ B والـ C والـ D small تمثل عدد مولات المتفاعلات والنواتج، والـ A والـ B والـ C والـ D capital تمثل رموز افتراضية للمتفاعلات والنواتج. احنا عندنا ثابت اتزان ممكن يكون KC أو KB. أمتى نسميه KC؟ نسميه KC إذا اداني في المسألة التراكيز بالمولر لتر، وده بيكون في المحاليل المائية. لو ادانا تركيز بالمولر أو بالمولر لتر بنجيب KC، ووحدتها هنشوف دلوقتي بتكون مولر أس إيه. لو ادانا كميات المتفاعلات والنواتج عبر عنها بالضغوط الجزيئية هنسميها KB، سواء كان KC أو KB. ثابت الاتزان زي ما قلنا حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة، كل مادة ترفع لأس عدد المولات في معادلة التفاعل موزونة على حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة، كل مادة ترفع لأس عدد المولات في معادلة التفاعل الموزون. ولكن إذا كان جميع المتفاعلات والنواتج غازات يرمز لثابت الاتزان بالرمز KP زي ما هنشوف. في التفاعل قدامنا لو جينا نجيب KC بتساوي حاصل ضرب النواتج اللي هي تركيز المادة C، وأنا اتفقنا إن في المحاليل المائية يعبر عن التركيز بالمولر أو المول بير لتر، وذلك بوضع المادة بين قوسين مربعين بالتركيز مولاري، بنعبر عنه إن احنا نضع المادة بين قوسين مربعين، يبقى كده سي بتساوي النواتج حاصل ضرب، يبقى في المعادلة زائد في ثابت الاتزان تعبيره حاصل ضرب. إذا حاصل ضرب تركيز سي ترفع لأس سي سمول اللي هو عدد مولات، ضرب دي تركيز الدي ترفع لأس سي سمول على حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة
كل مادة ترفع الأس على مونات اللي هي تقسيم تركيز الـ A باور A ضرب تركيز الـ B باور B. طيب لو كان كل المتفاعلات والنواتج غازات من الصنف الغازي هنسميها كـB، في الحالة دي هنستبدل الأقواس المربعة فقط ونكتب الحرف B، يبقى كـB بتساوي B C باور C ضرب B D باور D على B A باور A ضرب B باور B. طيب ما هي وحدات قياس ثابت الاتزان؟ وحدة قياس ثابت الاتزان K C سو مول دوت لتر ماينس 1 أو M كابيتال أو مول دوت لتر ماينس 1 بس ترفع لأس بيساوي مجموع أعداد مولات النواتج ناقص مجموع أعداد مولات المتفاعلات. فوحدة الكي سي مولر إم كابيتال أو مول لتر سالب 1 ترفع لأس يساوي مجموع أعداد مولات المواد الناتجة ناقص مجموع أعداد مولات المواد المتفاعلة. لو كانت كي بي نفس الكلام، بس بدل ما نستخدم مولر هنستخدم اي تي ام اتموسفير او ضغط جزيئي يرفع لأس بيساوي عدد مولات مجموع اعداد مولات النواتج ناقص مجموع اعداد مولات المتفاعلات. بس لازم تعرف معلومة مهمة جدا الاول قبل ما ناخد امثلة، لا يكتب في تعبير ثابت الاتزان سواء كان كيبي أو كيسي لا يكتب المواد الصلبة النقية أو السوائل النقية أو الرواسب، يعني لو أي مادة تحتها حرف الإس لا تكتب في تعبير ثابت الاتزان، السوائل لا تكتب في تعبير ثابت الاتزان. بنستسلم القاعدة دي حالة اللي هي الماء في تفاعل الأسطرة، لما بنجيب حمض أسيتيك CH3COOH liquid زائد إيثانول C2H5OH liquid النادي كون إستر أسيتات إيثايل أو إيثانوات إيثايل CH3COO C2H5+H2O liquid. في هذا التفاعل يا شباب رغم ان الماء موجود عندنا، الماء موجود في النواتج، فهنا الماء ليس مذيب، الماء ليس مذيب، ففي هذا التفاعل يكتب الماء في تعبير ثابت الاتزان. طيب اذا كان الماء في المتفاعلات لا يكتب في تعبير ثابت الاتزان، ماء ليكويد. اذا عشان نتفق بنص الكتاب جميع المواد السائلة النقية لا تكتب في تعبير ثابت الاتزان لأن يعني تركيزها لا يتغير بشكل ملحوظ أثناء التفاعل، بس بتفاعل تكوين الإستر من الحمض والكحول نلاحظ أن كل المتفاعلات سوائل والنواتج سوائل، فهذا التفاعل يكتب الماء في ثابت الاتزان. يكتب إزاي؟ زي ما نشوف في الأمثلة اللي هتقابلنا هنا. اكتب تعبير ثابت الاتزان للتفاعل ابناء، اعطيك تفاعل اتش اف ايكوس كون اتش بلس ايكوس بلس اف ماينس ايكوس. اول حاجه، هل موجود عندنا سوليد هنا؟ ما فيش سوليد. هل في ليكويد؟ ما فيش ليكويد، يبقى خلاص يبقى كله كاتب كي سي بتساوي حاصل ضرب تركيز النواتج اللي هي تركيز الاتش بلس ضرب تركيز الاف ماينس تقسيم تركيز الـ HF. طيب ما وحدة ثابت الاتزان هنا؟ مرام كي سي يبقى مولر ام كابيتال او مول دوت لتر ماينس 1 بس ترفع لأس مجموع اعداد مولات النواتج، النواتج عند 1 مول من ايونات الهيدروجين و1 مول من ايونات الفلوريد، اذا مجموع اعداد مولات النواتج 2 بينما مجموع أعداد مولات المتفاعلات 1 مول اتش اف، فيكون واحد ثابت اتزان مولر أس 2
ناقص واحد تطلع مولر أو مول لتر سالب واحد. مثال آخر، اكتب تعبير ثابت التزام بدلالة الضغوط الجزئية. واحنا عندنا ما دام جميع المتفاعلات غازات والنواة غازات بنكتب كي بي، كي بي كي بي بتساوي بي باور 2 ان او، لان عدد مولات ال ان او 2 ب ان او باور 2 او بي باور 2 ان او ضرب بي ار سي ال بنكتبها حرف البي باور 2 لان عدد مولات 2 تقسيم بي باور 2 ان او بار ضرب بي باور 1 سي ال 2. بحاصل ضرب تركيز النواتج كل مادة ترفع نقص عدد مولات، بس هنا عشان معبر عنها بطرق جزئية بستخدم التعبير ثابت زي كي بي. على حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة كل مادة ترفع نقص عدد مولات في معلة في معلة المخزون. طب وحدة الكي بي اي تي ام او ضغط جزيئي اس كم مول ناتج مجموع عدد مولات النواتج؟ 2 مول ان او و2 مول بي ار سي ال، اذا مجموع عدد مولات النواتج 4 طرح ناقص مجموع عدد مولات المتفاعلات 2، فيكون الوحده هنا اي تي ام باور 2. مثال، اكتب ثابت اتزان من معلّة المحلول المشبع المالح بي بي سي ال 2. اول شيء هل عندنا سوليد؟ عندنا بي بي سي ال 2 سوليد، فلا يكتب في تعبير ثابت الاتزان. الباقي اكوس الكتب، فاحنا عندنا البي بي سي ال 2 سوليد خلاص ما تكتبش. اذا الكي، طب هنا كي بي ولا سي؟ لا كي سي، لان عندي ما عنديش غازات. هنا الكي سي بتساوي حاصل ضرب النواتج اللي هي البي بي باور كام؟ باور 1، لان ما حدش يقول لي موجب باور 2، لا ده موجب 2 دي، ده الايون، ده ايون الرصاص موجب 2، ولكن عدد مولاته في المعادله 1، يبقى تركيز ايونات الرصاص باور 1 ضرب تركيز ايونات الكلوريد باور 2 على 1. ليه نقسم على 1؟ لان البي بي سي ال 2 سوليد والمواد الصلبة لا تكتب في تعبير ثابت الاتزان لأن تركيزها ثابت. طب الوحدة بتاع الكيسية تبقى مولار أس، كم مول نواتج؟ 1 مول أيونات رصاص و2 مول أيونات كلورايد يبقى 3. طب والبي بي سي 2 مش هتحسب لأن مادة صلب، لا تكتب في ثابت الاتزان ولا تستخدم في الوحدة، يبقى هنا مولار باور 3. إما كتب باور 3. من المثل اللي عندنا، اكتب ثابت اتزان التفاعل أدنى اس ان سوليد راس تو اتش بلس اكوس نات ايونات اس ان بلس 2 بلس اتش 2 جاز. طب احنا عندنا سوليد؟ عندنا سوليد ما يكتبش، بل اس ان ما يكتبش. هل عندنا ليكويد؟ ما فيش ليكويد، خلاص يبقى الباقي يتكتب. يبقى الكي سي هنا هتساوي حاصل ضرب النواتج كل مادة تربع الأس عدد مولات في معلّة التفاعل الموزونة اس ان بلس 2 تركيزها ضرب تركيز الهيدروجين على تركيز الباور 2. الاس ان ما كتبش. طب وحدة الكي سي اتفقنا مولر ام كابيتال او مول لتر سالب واحد اس، مجموع عدد مولات النواتج كام؟ 1 مول من القصدير اس ان زائد 1 مول من الهيدروجين 2 ناقص 2 مول من ايونات الهيدروجين. ما دام عدد مول، طب والاس ان؟ ما احنا قلنا الاس ان مش هيتكتب لانه صلب. ما دام عدد مولات النواتج يساوي عدد مولات المتفاعلات لا توجد وحده، لان يكون الوحده مولر اس صفر، وزي ما انتم عارفين اي شيء اس صفر بكام؟ بواحد. طيب مثال كمان، أعطيني تفاعل عبر بوش لصناعة الأمونيا N2 غاز زائد 3 H2 غاز نادي 2 N3 كله غاز، يعني هنجيب إيه؟ KB، KB على طول، KB يبقى هتساوي، KB هتساوي B2 NH3 على BH N2
ضرب ب اتش تو باور 3 الوحدة ضغط جوي او اي تي ام اس 2 عدد مولات النواتج ناقص 4 اي تي ام سالب كام 2. احنا قلنا يا شباب مثال تاني، المثال اللي عندنا هنا بنفس الطريقة سي او 2 زائد 2 اتش 2 هيكون سي اتش 4 زائد 2 او 2. هل عنده صورة المنظومة؟ بس عند الماء ليكويد في المتفاعلات لا يكتب الماء الليكويد في المتفاعلات. تركيز سي هنا تساوي سي اتش 4 تركيزها ضرب 2 باور 2 على تركيز السي 2، الاتش 2 طبعا مش هنستخدمه خلاص مش هنكتب، والوحدة هنا تساوي مودر ام كابيتال اس عدد مولات النواتج 3 ناقص عدد مولات المتفاعلات 1 بس لان الماء مش هيكتب، يبقى تبقى باور 2. هنا اعتبار تحلل كربونات كالسيوم، كربونات كالسيوم صوليد هيتحلل اكسيد كالسيوم صوليد زائد سي او 2. هنا بنجيب الكي سي الصوليد لا يكتب، يعني كربونات كالسيوم لا تكتب بسبب الاتزان ولا سي او تكتب بسبب الاتزان لانها صلبه، يبقى هنا كي سي بتساوي سي او 2 والوحده عندنا مولار. طيب مثال كمان، ده التفاعل يا شباب اللي هو لما نشوف هنا نلاقي الماء ليكويد في النواتج، كل المتفاعلات ليكويد، كل النواتج ليكويد، اذا الماء هنا ليس مذيب، ليس مذيب، فيكتب الماء هنا في تعبير ثابت الاتزان كي سي هتساوي تركيز سي اتش 3 سي او او سي 2 اتش 5 ضرب تركيز الاتش 2 او على تركيز سي اتش 3 سي او اتش ضرب تركيز سي 2 اتش 5 او اتش، يبقى هنا يكتب الماء لانه ليس مذيب وتكون لا يوجد وحدة لأن عدد مولات النواتج سواء عدد مولات المتفاعلات. طيب لما نيجي هنا تفاعل الأمونيا غاز مع اتش ال غاز تكوين ان اتش فورس ال سوليد، هل عندنا سوليد؟ اه عندنا سوليد ال ان فورس، اذا لا تكتب بسبب الاتزان بنكتب هنا واحد. هل ليكويد؟ ما فيش ليكويد خلاص، بكيسي بتساوي واحد على تركيز ال ان اتش 3 ضرب تركيز الـ HL والوحدة هنا مولر أس، عدد مولات النواتج مفيش صفر. كمان احنا ما حطيناش واحد ليه يا أستاذ؟ لأن الـ NH4 solid CL solid NH4 CL solid يعني مش هيتكتب، يبقى واحد يبقى صفر ناقص عدد مولات النواتج هي المتفاعلات 2 والوحدة مولر سالب 2. نقدر نكون انتهينا من تعبير ثابت الاتزان، نلخصه يبقى ثابت الاتزان حاصل ضرب تركيز النواتج، كل مادة ترفع الأس بيساوي عدد مولات في معادلة التفاعل المتزنة على حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة، كل مادة ترفع الأس عدد مولات في معادلة التفاعل المتزنة. لا يكتب في تعابير ثابت الاتزان المواد الصلبة النقية والسوائل النقية. أنا كتبنا حالة واحدة استثنائية وكتب حتى مش جايبها، وحدة الكي سي مولر ام كابيتال أس مجموع أعداد مولات النواتج ناقص مجموع أعداد مولات المتفاعلات. طب لو كانت كي بي ودي في حالة إذا كان التفاعل كل الصنب الغازي هي متفاعلات غازات والنواتج غازات بنعبر عنها بكي بي، وكل الوحدة اي تي ام أس مجموع أعداد مولات النواتج ناقص مجموع أعداد مولات المتفاعلات. ولكن إذا كان عدد مولات النواتج المحسوبة سواء عدد مولات المتفاعل المحسوبة عند إذن لا توجد وحدة ثابتة الاتزان. كده ننتهي وإلى اللقاء من الدرس بتاعنا وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.